صباح الخير مرة تانية على كل اللي بيتابعونا، وبنبدأ معاكم كالعادة بفقرة الصحافة وقراءة لأهم عناوين الصحف. معانا النهاردة أستاذ محمد زكي، نائب رئيس تحرير جريدة الوفد. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. هنبدأ يعني الأخبار موجودة في الأهرام وفي المصري اليوم. أول خبر من الأهرام، الصفحة الأولى: الحرية والعدالة ينافس النور على 23 مقعد ويواجهان بقية الأحزاب على 28. الأهرام الصفحة الأولى: قوى الإسلامية تهاجم نجيب ساويرس وتطالب بالاعتذار، وساويرس: الاتهامات تعكس نبرة استعلاء وتهدف لإقصاء الآخر. المصري اليوم الصفحة الثالثة: الإخوان يوجهون رسائل للغرب بعد نجاحهم في المرحلة الأولى، ومرسي للسفير البريطاني: الدستور سيكفل حقوق المصريين بصرف النظر عن معتقداتهم. وثلاث أخبار أعتقد أن هما مرتبطين ببعض. لا ده ثلاث أخبار ساخنة. يعني أولا أنا عايزة أشيد بحاجة حضرتك قلتها كان من أسبوع تقريبا، وكان توقعاتك على التقسيم البرلمان هيكون عامل إزاي، وقلت لي يعني الجماعات الإسلامية هتوصل لحوالي 70% من التيار الإسلامي. التيار الإسلامي عموما هياخد 70. قلت بالنص قبل الانتخابات يوم الجولة الأولى في الانتخابات، قلت بالنص أن هناك تورتة الانتخابات هتتقسم 40 إخوان 30 سلفيين، وبالنسبة لل 30 للكتلة المصرية والأواق الأحزاب الأخرى والتيارات الأخرى. والحمد لله المرحلة الأولى من الانتخابات أثبتت هذا الكلام. الإخوان جابوا 40%. أنا بقول في المجمل في الثلاث مراحل هيجيبوا ال 40 وهيعدوا ال 40 شوية، ولكن السلفيين النهارده النهارده انا بناشد الساده المشاهدين من هذا البرنامج ان يتوجهوا الى لصناديق الانتخاب. النهارده في اعاده في عدد من المحافظات اللي احنا قلنا حوالي 23 مقعدا. أيوة. و28 مقعد بالنسبه لبقيه الاحزاب. اولا يعني عايزين نقول حاجه مهمه، نشيد بدور المواطنين اولا. ولكن انا النهارده بقول ان النهارده المعركه شرسه ما بين الاخوان والسلفيين والكتله المصريه. الثلاثه هيبقى على جبهه واحده. أيوة. للاسف والاسف الشديد الاخوان بيدخلوا هذه المعركه بشراسه، بينما السلفيين بهدوء وعندهمش الخبره ان احنا اتكلمنا فيها، ولكن هم بيعتبروها النهارده المرحله الاولى السلفيين حياه او موت، وبالتالي ايضا الكتله المصريه وبقيه الاحزاب الاخرى حياه او موت، لان المرحله الاولى كانت عباره عن انا وجهه نظري كانت جس نبض. فجس النبض خلاص كل واحد عرف على الخريطه، خريطه الانتخابات والخريطه السياسيه بدات تظهر، البرلمان القادم بدا يظهر، الاسلاميين هتبقى نبراتهم عاليه جدا في الفتره الجايه، ولكن بيعملوا خطه وانا قلتها في الاسبوع اللي فات، خطه الاحتشاد امام لجان الانتخابات في اليوم الاولاني، وبالتالي بيسيبوا اليوم الثاني للبقيه الاحزاب والتيارات الاخرى، هم يكونوا خدوا ال 40% اللي هم عايزينه. ولكن النهارده انا بتوقع ان هناك اقبال وهتبقى معارك شرسه، وهيبقى فيه شيء من الانفلات ما لم تتدخل القوات المسلحه والشرطه في الوقت اللازم، لان النهارده حياه او موت. يعني توقعات حضرتك ان الانتخابات مش هتكون النهارده مؤمنه زي هتبقى مؤمنه، ولكن الأولى. مش هتبقى لان النهارده معركه، اصل المعركه النهارده بدات هتبدا معركه الفردي المقاعد الفرديه هتبدا النهارده، وهذه المعركه الاخوان لو نزلت الشارع المصري على مستوى محافظات مصر وبالتالي محافظات التسع محافظات فيما عدا محافظة البحر الأحمر، لأن اتحسبت خلاص مش للإسلاميين، ولكن 8 محافظات صراع حياة أو موت. صحيح. النهاردة بالنسبة للإخوان، والإخوان بياخدوا الانتخابات مش زي الناس متصورينها، بيعتبروها خطة وتكتيك. هم عندهم تكتيك ازاي يوصل لعقل وقلب المواطن العادي، وبالتالي يحصدوا على أكبر قدر من الأصوات. احنا ما ننساش ان الإخوان المرة اللي فاتت جابوا 3.5 مليون مواطن أدلى بصوتهم لصالح الحرية والعدالة، رقم كبير طبعا. العدد اللي أدلى بصوتهم بس 10.3 مليون، يعني خدوا رقم بالنسبة لبقية عندنا 60 حزب بيتنافسوا على البرلمان. الإخوان بس لوحديهم وخدوا 40% من مقاعد المرحلة الأولى. توقعات حضرتك يعني قبل الانتخابات كانت صادقة بس الحمد مخيفة بخبرة للبعض. لا انا بقولها بخبرة. انا ببص بعين المواطن العادي اللي في الشارع وبعين الخبرة اللي عندي، انا بحط خريطة قدامي
بوجه الخريطه من خلال العلاقات والخريطه السياسيه محطوطه. انا اقول البرنامج القادم هيبقى يعني، وفي تصريح قاله خطير وانا قلت في المره اللي فاتت ان بالعربي هيبقى البرلمان من نصيب الاسلاميين. طب حضرتك توقعت ان الكتله المصريه تكون يعني على هذا القدر من التنافس؟ انا عايز اقول للساده المشاهدين النهارده انا توقعاتي، واحنا هنشوف ان شاء الله خلال النتائج ان هيحصل الاتي. أيوه. انا قلت ان الاخوان هيدخلوا حياه او موت، رقم واحد. رقم اثنين، السلفيين هيبدا ينطلقوا والكتله المصريه هتبدا تنطلق، لان هيبقى الكتله المصريه وبقيه الاحزاب الاخرى وبالاضافه للسلفيين هيبداوا يتحركوا اكثر من المرحله الاولى لما بدات. الاخوان هيوصلوا لمرحله الثقه بالنفس. وبالدليل ان هقول لكم حاجه على سبيل المثال، هننتقل لخبر ثاني، خبر ثاني في جريده المصري اليوم. قال ان الدكتور محمد مرسي التقى بالسفير البريطاني في القاهره وقعد يتحدث معاه، يعني بيتحدث باسم كانه هو رئيس الحكومه اللي جايه، يعني بيروح للسفير وبيقعد ويناقش ويتكلم. يعني احنا مش ضد، ولكن كلنا مصريين، ولكن ده بيؤكد ان هناك ثقه زائده لدى الدكتور محمد مرسي متمثلا في حزب الحريه والعداله او التيار الاسلامي تحديدا او اخوان تحديدا. وده وبكره هيروح للسفاره الامريكيه، وبكره هيروح، ده دليل ان هو هيمسك زمام البرلمان في الفتره الجايه. وفي علامات استفهام وتعجب كتيره جدا، وانا يعني مش عايز، احنا في الاول مصريين ونحب بلدنا، وبالتالي انها بد ان نواجه الكلام دوت. ولكن يكون، انا اتمنى ان يكون، انا شخصيا اتمنى كاحد المواطنين ان البرلمان القادم يكون يعني توافقي، يعني بمعنى يمثل كافه التيارات في على مقاعد البرلمان، عشان احنا ننتقل لمرحله جديده من الديمقراطيه اللي بداناها بعد ثوره 25 يناير. طب تفسير حضرتك ايه لان حزب الوفد يجي في المرتبه الرابعه رغم انه يعني تاريخه طويل جدا في الشارع المصري؟ ليه ما تصدرش؟ لا يعني انا مش عايز، مش هقول انه هيتصدر الحريه والعداله، بس كان ممكن يعني يجي بعد الهو مثلا. لا هو الموضوعات اللي حصلت من تلاحمه مع الاخوان ورجع الاخوان ده قد يكون ادى الى 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 ذلك، يعني مش ده. ولكن انا مش هتدخل في الجزئيه دي تحديدا، ولكن انا توقعاتي ان شاء الله حزب الوفد يعني هيعيد النظر في اخطائه السابقه في المرحلتين الجايين ان شاء الله، ونتمنى ذلك. يعني هجوم الجماعات الاسلاميه على ساويرس، وده ما ده برضه مشكله تانية. يعني رجل الاعمال ساويرس، نجيب ساويرس والطار الاسلامي كلهم مصريين. احنا مش عايزين نوصل لمرحله التناحر والمعارك بين بعض، حتى المعارك الكلاميه. يعني اذا هو ادلى بالصوت، يعني ما نوصلش لمرحله، ده وصلنا لمرحله بقى خطيره، الطار الاسلامي الاقباط، ده قضية أنا تخوفني هنوصل لمرحلة الفتنة. لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نتشاور بهدوء وبالذات، وبالتالي احنا في الأول تحت راية واحدة اسمها المصريين أو المصريون. هو حتى هو مؤسس حزب المصريين الأحرار، والتيار الإسلامي أو التيار الإسلامي أو القوى الإسلامية نفس القصة. احنا في الأول مصر، احنا مش هنبص الأشخاص ولا نبص للتيارات، احنا عونا نحط مصر اولا على الخريطه السياسيه، على خريطه الديمقراطيه بتاعتنا نحط مصر الاول. اكيد. الاخبار الصفحه الاولى وطبعا من اهم الاخبار الاسبوع ده، حكومه الانقاذ على وشك الاكتمال، انيس الاعلام، نصار للزراعه، نوايا للصحه، وحسم الداخليه خلال ساعات. والله انا عايز اقول حاجه يعني غريبه جدا، صعبان عليا الدكتور كمال الجنزوري دخل حكومه، هذه الحكومه يعني هتوصل لمرحلة ان تبقى فيها اجهاض، يعني اجهاض، او يعني هتضطر تطلع يعني ايه، نولدها قيصري عشان وبعدين يطلع ناقص ونوديه ايه الحضانة. يعني قصة بقى لنا يقول لك مش عايزين ده، مش عايزين الوزير ده، عين الوزير ده. العملية اذا اختلفنا الاختلاف غلط، احنا هي اسمها حكومة الانقاذ، حكومة يعني انتقالية، وبالتالي حكومه الدكتور كمال الجنزوري هي حكومه احنا نامل ان هي تعمل حاله في المرحله الحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانيه وانتخابات رئاسه الجمهوريه اللي هي ان شاء الله في نهايه شهر يونيو 2012. وبالتالي كل التوقعات المكتوبه
هنا قد تكون خطأ، قد تكون خطأ، قد تكون صح. لسه لحد دلوقتي لم تخرج هذه الحكومة إلى النور وأسماءها، لسه دي أسماء مطروحة. أنا مش ضد الأسماء، يعني الدكتور أحمد أنيس للإعلام ونصار للزراعة والدكتور فؤاد النواوي للصحة والداخلية، ده الداخلية لها قصة تانية بقى. الداخلية ليها قصة كبيرة، ممكن نتكلم تانية. مش الوقت نتكلم فيها. الداخلية دي هي اللي يعني هي دي المسمار بتاع الحكومة، الحكومة دي، لأن إحنا عايزين أمن عام. أنا شخصياً أنا شخصيا بتكلم عنه بلغة الرجل الشرعي، يعني اختيار واحد بعينه، أنا بختار اللي هو عبد الرحيم إناوي. هذه شخصية قوية جدا، شخصية حاسمة تستطيع أن تنقل البلاد إلى نقلة تانية، لأن إحنا دلوقتي فاقدين حاجة اسمها الأمن العام. هو راجل أمن عام طول عمره. أنا بتوقع له لو دخل هذه الحكومة أو انضم قاعده في هذه الحكومة يستطيع أن يفعل كثير في الفترة الزمنية باعتبار رجل نظيف اليد وقوي الشخصية، ويستطيع أن يعيد النظر، يعني نسترد الأمن اللي إحنا فقدناه منذ الثورة. حضرتك تتخيل أن أي حد هيتولى منصب وزير داخلية هيكون مرفوض الآن، يعني ولا حسب الاسم اللي ممكن يكون مطروح؟ لا مش الاسم، هو تحول حضرتك، هي المسألة دي مسألة صعبة جدا. هي مسألة إيه؟ يرضي الشعب ولا يرضي القوات؟ أصل أنا مش أنا وزير داخلية مش هدير الوزارة من مكتبي، أنا بدير الوزارة من خلال مرؤوسي، وبالتالي اكون لابد ان يكون هناك تناغم ما بين الرئيس والمرؤوس كاعتباره وزير الداخليه والمرؤوس لابد. وقعدت ده اهم حاجه، اولا نعيد الامن، يعني وجهه نظري عيد الامن الى الشارع المصري الذي فقد، ما فيش امن والامن مفقود لحين اشعار اخر. ثاني حاجه نعيد العلاقه بين الشعب والشرطه، وهذه اعاده العلاقه بين الشعب والشرطه صعبة جدا في المرحلة الحالية، لابد أن يحصل حاجة كبيرة عشان يلتحم الشعب مع الشرطة ونبدأ تاني من جديد. وأنا أتمنى أن يعيد هذه العلاقة، لأن العلاقة تبقى مهمة جدا. ولازم التحقيقات اللي بدأت ولجان تقصي الحقائق اللي بدأت يطلع لها نتائج، يعني في خبر طبيعي موجود برضو في الجمهورية على عهدة الداخلية، ضباط الخرطوش لم يكن في ضابط الخرطوش لم يكن في محمد محمود، وأكيد حضرتك والله عارف قصة. والله عايز أقول حاجة، أنا هقول حاجة، دي نكتة، دي المفروض تبقى نكتة، هذا التصريح اللي جاء على يد، يعني الذي جاء على لسان احد المسؤولين في وزاره الداخليه في صوره بيان نكته، لان يعني اولادنا واخواتنا وكل اللي اصيبوا بالخرطوش والرصاص الحي و و و هم يصيبوا من مين؟ انا بقول برضو هناك جهه، ولا زلت بقول برضو بالنسبه للخرطوش، الشرطه ووزير الداخليه اللي هو منصور العسوي اعلن ان الخرطوش بتاعنا، ولكن انا بريء من الرصاص الحي. والرصاص الحي في جهه اخرى او مجهوله او جهه ثالثه او شخص ثالث وراء الرصاص الحي. واحنا عايزين نقول معلومه، في 5000 سجين لا زال هاربا خارج مصر، خارج السجون، وغير مبرر برضو، يعني لو قلنا ان ما كانش في شارع محمد محمود وكان في اي شارع من شوارع مصر، ففي الاخر كان في رصاص حي وكان في قتلى وفي ضحايا، في كل حاجه وفي ضحايا. والشرطه تتنصل اليوم عن ارتكاب هذه الجريمه حتى خوفا من المساءله القانونيه. يعني جينا معلومات السيد وزير الداخليه اعتقد كان في هناك منع، يعني في اتجاهات لمنع سفر خارج البلاد، لانه هيبقى متهم في هذه القضيه، قضيه الشارع محمد محمود اللي اصيب بها العشرات من الاخوه الثوار وابنائنا واخواتنا والضحايا كتير، فصعب قوي يعني هذا المشهد. بس انا بنتقل لجزئيه ثانيه، موضوع يعني في اتجاهات بيقولوا عايزين 5 حركات في جريده الاخبار، بتقول 10 حركات تتفق على نقل النقل لهذه الاعتصام من ميدان التحرير الى المجمع ومجلس الوزراء. يعني انا بقول نقطه ثانيه بقولها النهارده في الصباح، نقطه ثانيه يعني انقل من هنا ودي هنا، عملنا ايه؟ ما عملناش حاجه. احنا عايزين بدل ما يتحركوا من ميدان التحرير روحوا مجمع التحرير ومجلس الوزراء، روح عملهم يديروا العمل. احنا محتاجين في فتره، احنا فقدنا 2 مليار دولار في خلال شهر نوفمبر. لم يبدأ حضرتك اكيد عارف ان لم يبدا اي حوار بين الحكومه وبين الثوار، وبالتالي الاعتصام هيفضل مستمر. الاعتصام هناك الحوار، هو الاعتصام احنا موجود، ولكن الاعتصام خف بنسبه 10، يعني ما فيش 90% اللي موجودين قليلين جدا عددهم، هم ممكن يتاخدوا في مكان قليل زي ما بقول مجمع. بس لامتى القصه دي؟ احنا عايزين عجله الانتاج تدور، احنا داخلين على مرحله خطيره. انا بعتبر أن يعني نعتبر المرحله دي اخطر مرحله داخلين عليها، وزاد الاقتصاد بتاعنا على وشك الافلاس الانهيار. صحيح.
صحيح. الناس مش متصورين الانتاج الانتاج الانتاج.